الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما يسعى علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك املنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن اقربائنا وعن ذرياتنا وعن اساتذتنا وعلمائنا وال بيت نبينا واخواننا وكل من سالنا الدعاء وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك وفضلك وجودك ولطفك بعبادك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب بهجه النفوس وتحليها بمعرفه ما لها وما عليها، بشرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. كنا بالأمس وقفنا على آخر تعليق المصنف على الحديث 43، وهو حديث رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع. الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية ثانية اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وفي رواية بغير واو عند لك، وفي رواية بولك، فنفضل رواية ولك لأن الزيادة زيادة الثقة مقبولة. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، وهذه فضيلة كبيرة عظيمة لهذا الركن القصير من الصلاة، فما بالك الركن الطويل بسببه. الركن الطويل هو ركن القراءة، إذا كان الركن القصير الرفع من الركوع ده بتاخد فيه الثواب الكبير، إذا كان قولك آمين بعد الفتحة بس بتاخد الثواب الكبير ده، فما بالك الفتحة تبقى إيه؟ والصورة اللي جاية بعدها إيه؟ كل دي يبين لك فضائل الله على المسلم حال صلاته، والإنسان أكمل ما يكون وهو يصلي. إذا أردت إنسان في حال كمال كامل فوصفه هو بيصلي. خارج الصلاة ما فيش كمال، معرض لكل حاجة بقى. لكن طول القوة الصلاة خلاص بقى. يعني بين قراءة القرآن وبين التسبيح وبين الصلاة على النبي، ومفتوم عن الخلق، مفتوم عن الأكوان، مفتوم حتى عن حاجيات نفسه، حتى لو واحد كلمه ما يردش، مفيش أكمل من هذا. فبيقول وفيه معنى آخر لطيف، يعني هو بيتكلم في حكمة إشمعنى يعني الركن ده وقولك ربنا لك الحمد يعني ليها الثواب الكبير ده، فهو بيبحث في الحكمة يعني. فقال أول حكمة إنك الإنسان، طب نقول الأول الحتة الأخيرة دي، وفيه معنى آخر لطيف، وهو لما جاء قول إمامهم سمع الله لمن حمده، أي أنه قد سمع حمدكم إياه وجازاكم عليه بمقتضى وعده الجميل، وهو قول الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، جاء جوابهم اللهم ربنا لك الحمد، وهذا شكر على تلك النعمة، لأن الحمد يقوم مقام الشكر، الشكر ما يقومش مقام الحمد، الحمد أعم، الشكر يكون على النعمة، أما الحمد فيكون على مطلق قدر الله، وداخل الحمد تنزيه الله من أن يكون قدره خال عن حكمة أو مصلحة للعبد. وعلشان كده الحمد يعني احنا بدأنا الفتحة، ربنا بدأنا الفتحة فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كان ممكن تبقى الشكر لله رب العالمين، لكن الحمد تضمن فيه الشكر وزاد عليه. زاد عليه تنزيه الله ان يكون قدره في عباده
خال من حكمة ولطف بهم. وعشان كده كان بيقولوا ايه؟ يا من اذا نزل قدره تداركه لطفه. من ظن ان قدره ينفك عن لطفه فما قدر الله حق قدره. واضح المعنى ده جوه الحمد لله، جوه قولك الحمد لله. لكن اللي خالي عن هذا المعنى ما بيشكرش الا على النعمه اللي هو شايفها انها نعمه. وخد بالك، لكن احيانا يكون العطاء في قدر انت شايفه انه فيه قهر وفيه حرمان، لكن اذا نظرت الى حكمه الله وجدت العطاء في عين المنع والمنع في عين العطاء، فانتقلت الى الحمد والشكر في كل حال. وعشان كده تقول ايه؟ الذي لا يحمد على مكروه سواه، لان هو مكروه بنسبته لتلقيك له، لكن هو في الحقيقه لمصلحتك سواء ادركت ذلك ام لم تدرك. وان لم تدرك فسلم وفوض، فوض لله الامر. وعشان كده بيقول لان الحمد يقوم مقام الشكر وهو اعلى وجوه الشكر. وقد قال جل جلاله لئن شكرتم لازيدنكم. طالما حمد الله يوم ربنا يزوده ايه؟ ويغفر له ما تقدم من ذنبه. ومش كده وبس، احنا قلنا الحكمه الاولانيه ان هو الشارع نهاك ان تنشغل بالدعاء في الركوع. قال لك في الركوع ده لتحميد الله وتنزيهه وتمجيده. عايز تدعي في السجود، الشارع قال لنا كده. فلما حرمك من الدعاء لنفسك في الركوع فانشغلت بتنزيهه فشغلك ذكره عن مسألته فأعطاك خير ما يعطي السائل. فهمت بقى الحكم؟ يعني هو لما شغلك بذكره، ولكن في الحقيقة شغلك لك لا له. فأنت به، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فأنت قائم به سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت الله فإنما الذاكر هو الله، وعلى لسانك بفضله وكرمه شغل لسانك بذكره. فدي من باب الكرامة العالية. وقد قال جل جلاله لئن شكرتم لازيدنكم. فلما شكروا زيدت لهم المغفرة، فجاءت زيادة الكريم توفية لوعده الجميل. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وكانت الزيادة خيرا من العمل، لأن الزيادة هي بمقتضى الفضل. أصل العمل يقتضي ثواب مقابل للعمل، لكن الزيادة فضل الله يؤتيه من يشاء بقى. مش هتبقى منضبط، هتبقى بغير حساب. وعشان كده احنا تعمل نقول اللهم اعملنا بفضلك لا بعدلك. لكن الزيادة ليست بمقابلة شيء من الأعمال، فهي فضل صرف، فجاءت بأعظم الأشياء. ولذلك قال جل جلاله ويزيدهم من فضله. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية. وهذا أجل البشارات وأجل السرور، لأن ما هو مقتضى فضل ذي الجلال والإكرام، ما هو مقتضى فضل ذي الجلال والإكرام لا يبقى معه هم ولا نصر ولا حظ من خير إلا وقد أبذل لمن من عليه بهذه النعمة جعلنا الله من أهلها بفضله. ولذلك قال جل عز وجل واسألوا الله من فضله. ولا قالك اسأل الله من عدله؟ لا، من فضله. لأنه إذا كان السؤال من المسكين إلى الجليل وهو ليس بملتفت لعمله كان أنجح في الاستجابة. عشان كده اوعى تقابل ربك بعملك، هيعاملك بالعدل تلاقي نفسك طالع خسران، لكن قابل ربك بفضله. لأنه إذا كان السؤال من المسكين إلى الجليل وهو ليس بملتفت لعمله كان أنجح في الاستجابة، ولا ينتبه إليها إلا من خص بها.
جعلنا الله منهم بفضله. آمين. الوجه السادس، على فكرة شيخ أبي جمرة واخد رؤى كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بشارات أنه مستجاب الدعوة، ودي بشارة لمن قرأ هذا الدعاء وأمن عليه من هذا الكتاب المبارك، فدي برضو يعني بشارة لطيفة للمنتفعين بهذا الكتاب ولقارئ هذا الكتاب. الوجه السادس، وهنا إشارة صوفية، لأنهم لما رأوا هذه الإشارة وغيرها يقتضي تفضيل ترك الحظوظ على غيرها، ما تركوا حظ نفسهم مرضوش يدعوا في الركوع وانت حظك الدعاء، فلما تركت حظ نفسك ربنا ادك الفضل كله، فخلوهم ديدانهم بقى الصوفية في الصلاة وغير الصلاة، تركوا حظوظ النفوس فأعطاهم الله خير ما يعطي الناس، فبقوا من الأولياء الكبار العارفين. فهمت بقى؟ فتركوا الحظوظ خلوها والتفتوا إليها من هذه النقطة، عملوا على الخروج من حظوظ النفوس جملة من غير تفصيل، واشتغلوا بذكر الصمد الجليل فأورثهم عز وجل العز الرفيع بأن شرفهم، فقال عز وجل في محكم التنزيل: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يعني زي حالتنا كده، تقعد تصبر معنا، واخد بالك احنا عايزين ايه الا فضل الله ورحمته، فاقعد بقى صبر نفسك معاهم، مش تقول عندي مواعيد وعندك مش وانت ما عندكش مواعيد اصلا، بس انت مكسوف يعني تقول ان انا ما بستحملش اقعد اللي عندك، وانت مش مستحمل مش مروض نفسك، روض نفسك. الصلوات والعباده الطويله دي عايزه ترويض نفس وتعويض. قاعد انت طول السنه بتلعب وجاي بقى في رمضان عايز تصلي صلاه مش هتعرف، علشان تستعد لرمضان وللصلاة اللي زي دي لازم طول السنة تبقى انت من اهل القرآن واقف بيه، واخد بالك؟ وعلشان كده يقول ايه: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا هي قصيرا طويلا. ويقول على عباد الرحمن ايه: يبيتون لربهم ايه ولا نائمون متغطيين ولا متلهين ولا بيتفرجوا على التلفزيون ولا في الشوارع واقفين قلق كده وزهقانين يقول لك يلا نضيع وقت، لا، يبيتون لربهم ايه في اشرف حال اللي هي الصلاه سجدا وقياما. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واعلى مقام للانسان حال تجلي القيوميه عليه بتلاوه الكتاب وهو قائم. يبقى وانت قائم متجلي عليك بالربوبيه فبتقرا كتابه كلامه، وانت ساجد متقرب اليه بكسر العبوديه فيكون اقرب اليك ليكبر الكسر، فانت بين الحالتين بين القيام والسجود. وننوي في هذه الليله نبقى ايه لينا حظ من هذه الايه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال لك يريدون حاجه من الدنيا ولا عايزين جنه ولا عايزين ان التجاره بتاعهم تبقى رايقه ولا عايزين مثلا ان عيالهم يبقوا مش عارف ايه، هو عايز وجه الله بس. يريدون وجهه، يعني ليس لنفوسهم حظ اخر، لانهم تحققوا بمقام العبوديه الصرف الذي خرج من اختياره الى اختياره. وعلى شكل لما قال ايه لما فتح على احد العباد الوزير ابي اليزيد فقال: ما تريد؟ قال: اريد الا اريد، اريد الا اريد. يجي سيدي محي الدين بن عربي بيصحح العباره ويقول: لو كنت مكانه لقلت اريد ما تريد. اولياء بقى بيصححوا بقى، فهمت؟ فيبقى يعني تخرج من اختيارك الى اختياره، فيصير اختيارك هو عين اختياره، فالخلاف لفظي المعنى واحد، الخلاف لفظي والمعنى واحد. يعني اريد الا اريد، يعني اريد ما تريد، هي المعنى واحد، بس واحد جابها بطريقه النفي والتبري والتاني جابها بطريقه الاثبات ايه والتجلي. يبقى واحد بيتبرى والتاني يطلب التجلي، فإذا تجلى الله كنت سامعه كنت بصره كنت يده،
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه. فتصبح إرادته هي إرادة الله، مشيئته هي مشيئة الله، اختياره هو اختيار الله. المعنى واحد والخلاف لفظي، واحد تحقق بالتبري والثاني أمل ورجى في التجلي. يبقى واحد دخل الباب من جهة الخوف والتاني دخل الباب من جهة الرجاء، لكن الاثنين اتقابلوا جوه. فهمت بقى المسألة؟ فما تفتكرش ان ده غلطان او في صح او في غلط وصح، لا ده هما الاثنين صح. واضح؟ فهمنا الله ما فهمه وجعلنا في الأحوال معهم لا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هنقرأ الحديث القادم فقط، وبعدين بكرة نشرحه لأنه حديث طويل، وحنقعد فيه إن شاء الله لآخر رمضان في الحديث ده بالذات، لآخر رمضان ويمكن ليلة العيد كمان، ويمكن نعمل ملحق حسب الظروف. احنا المهم نخلص الحديث ده السنة دي، لان احنا ما بنفتحش الكتاب ده الا من رمضان لرمضان، فمش عايزين نخليه معلق، فاحنا نحاول نخلص الحديث. حديث طويل ومهم، وفي عقائد وفي اخبار ليوم القيامة، وفي امل في الله، وفي محبة، وفي علم، وفي حاجات كتير. وهو الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقول ان يمن علينا برؤيته سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في تجلي آخر. يبقى الأول يتجلى عليهم بتجلي هم يجهلونه، غير التجلي اللي عارفينه التجلي الله ليهم، فينكروا هذا التجلي ليبين لهم محض قدرته، وأنه يظهر كيف شاء في محل التجلي حيث أراد سبحانه وتعالى، فلا يتقيد بتجلي ولا يتقيد بصورة، لأنه هو حضرة الإطلاق. لأن المرة الأولانية ما هو برضو يأتيهم الله، قالوا: لا معاذ الله، برضو اللي قالهم ربنا برضو، خد بالك، بس قالهم في صورة تجلي لا يدركونها، بالرغم أن هم إيه المؤمنين الكبار قوي. عشان كده ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا يحد قدرته أحد. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في تجلي آخر فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. أجري بقى، أجري اللي احنا عارفين. فيعرفوا في التجلي الآخر، فيدعوهم يقول لهم: طب تعالوا. يدلهم على ايه؟ على مكان اللي هيدخلوا من خلاله الجنة. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يعني على ظهر جهنم. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، ودي كرامة كبيرة، كرامة كبيرة لأمة النبي، انسحبت لها من كرامة نبيه، فهي خدتها علشان انتسبت للنبي ده، لأنه أول من يجوز النبي على الصراط، وهو هيجوز بقى لوحده أمته وراه طبعا، ما احنا متعلقين بأزياله صلى الله عليه وسلم. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته،
ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، كله ساكت، محدش بيتكلم إلا الرسل بس. طب بيقولوا إيه؟ وكلام الرسل يومئذ، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم، من شدة أهوال الموت، ربنا ينجيه. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، كلاليب تطلع من جهنم كده تقف على الصراط، كلوب كده زي ايه؟ خطاف، زي الكلبش بتاع امن الدولة مثلا. شوك السعدان ده شوك عارفينه اهل ايه؟ الحجاز، تهامة، بيشوفوه في الصحراء، بتبقى شوكة كده وليها خطاف حلزوني كده، اذا دخلت في جلابية واحد وماشي ما يعرفش يفكها منها من شدة ايه؟ تعلقها. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. ما تفتكرهاش نفس حجمها، لا، ده شكلها بس في الصورة كده، لكن حجمها لا يعلم حجمه إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم، الناس ماشية على الصراط، الكلاليب شغالة، كل كلوب ليه رجل حيلبس فيه، كويس، تروح خطفة رجلين الناس بعمل من اين نجيب. فمنهم من يوبق بعمله، يعني يهلك، يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، يتكفي على وشه بعدين يتسلت منه ويجري، واخد بالك. ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان اللي وقعوا في النار من أهل التوحيد بسبب معصيهم، ربنا بقى يأمر الملائكة يقول لهم كفاية عليهم كده بقى، خرجوهم، لأن دخلوا دخول تطهير مش دخول خلود، كويس. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم. أهل التوحيد لما يدخلوا النار، النار تحرقهم كلهم ويموتوا، ويتبقى منهم مواضع السجود بس، ويفضلوا فيها ما شاء الله خلاص. إنما مين اللي ما بيموتش في النار ويستمر العذاب مستمر؟ الكفار. فاللي داخل دخول تطهير هي مرة واحدة ينصهر ونخلص منه، يتبقى مواضع السجود لحد ما ربنا يدي أمره الملائكة طلعوهم بقى، يقوم يعرفوهم من مواضع السجود اللي هي ما اتحرقتش بس، والباقي كله اتحرق. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. يبقى ابن آدم مطلقا ولا ابن آدم الموحد اللي ناوي يخرج؟ يبقى ده لفظ عام مخصوص بالمعنى. فكل ابن آدم أي مؤمن دخل النار بسبب أعماله ومعاصيه دخول تطهير، واضح؟ لكن الكافر ملوش سجود أصل، ولو سجد وهو كافر مش مقبول. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا. امتحشوا يعني بقوا إيه؟ زي الفحمة، قال تعالى امتحشوا، شوية فحمة كده متجمل. فيصب عليهم ماء الحياة، دخلوا الجنة يتحطوا كده، يتصب عليهم مية الحياة، يبتدوا ينبتوا إيه؟ وينبت أجسادهم ولحمهم كده. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حميل السيل يعني إيه؟ في حواف السيل كده، لو في حبوب تبتدي بقى إيه؟ السيل معد، تقوم تشرب شوية مية تبتدي تنبت كده على حواف السيل. ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، خلاص ربنا قضى بين العباد، أهل الجنة دخلوا الجنة، أهل النار استقروا في النار، خلاص اتقفلت النار،
وطلع من النار اللي ناوي يطلع، والباقي خلاص حكم مؤبد، اقفل النار مش هتتفتح. استقر الامر كله تمام، يتبقى واحد بقى، اخر واحد هيطلع من النار، اخر واحد، واخد بالك؟ ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني معناه آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة من المجموعة دي، كويس؟ مقبلا بوجهه قبل النار، يخرج يدي إيه يوم ما يخرج ويلاقي نفسه إيه؟ يلاقي نفسه وشه للنار وظهره للجنة، نبت على الوضع ده، نبت لحمه على الوضع ده. طبعا النار طالع منها ايه؟ صار، واخد بالك؟ فبدايه بوجهه مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. طيب ما دام طلعتني، طب خلاص يعني، بس اديها قفايه، بس كفايه كده، مش عايز اكتر. طب لما يجي كده من على وشي يجي من القفا، يبقى قفايه امر عيش بلغه المصريين، واخد بالك؟ ده يعني ايه؟ اخر امل ليا. هو طبعا فرح انه طلع الحمد لله الاول، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها واحرقني ذكاها. فيقول هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسال غير ذلك؟ يعني كان ربنا بيقول له طب انت مش عايز حاجه ثانيه؟ يعني لسه ربنا من واسع، هو لازم يعني، ما هو ده دليل ان هو اخر واحد خارج من النار ده، يعني جاهل بربه، مؤمن بس جاهل بربه. عارف بقى ده لو كان علامه ما كانش دخل النار اصلا، ولو كان دخل النار يطلع يقول يا رب دخلني الجنه بقى، يعني عنده امل في الله، يطلب من واسع، لان انت بتطلب من كريم، فهمت بقى؟ فهو ربنا بيختبر علمه به، واضح؟ وقبل منه أدنى التوحيد فنجى به، فهمت بقى المسألة؟ من رحمة ربنا. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، لا والله وعزتك، والله يا رب ما هعمل كده، والله العظيم وملك علي حلفان مش هطلب حاجة تاني. أحد يحلف حلفانات كتير إحنا إيه مش عارفينها الوقت، يعني كل يخطب في باله أي حلف يقوله علشان يعني إيه يوثق الميثاق تماما، كويس؟ فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، يستجيب له يصرفه. فإذا أقبل به على الجنة إدى بقى وشه للجنة، شاف الجنة وحلاوتها، مكسوف يطلب بقى من ربه، ما هو مدي العهود مش هطلب تاني، لكن مش طايق بقى، شايف أهل الجنة في نعيم وحاجة جميلة والنار قاعدة تضاف أفات. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجته، هو ربنا بيوريها له عشان يطمعه في كرمه، ما كان ربنا ممكن ما يخبيها، لكن هو ربنا كريم، هو ربنا يريد ان يطمعه في كرمه ويعرفه ان ربنا فضله واسع، لانه جاهل، مؤمن بس جاهل، موحد وجاهل، واضح؟ هو مش كل موحد عارف بربه، هو كل من قال اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله زي سيدنا ابو بكر يعني؟ لا، الناس تتفاوت. فإذا أقبل بي على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، عنده بقية حياء يعني، كل ما يقول هيقول يا رب إيه يوم إيه، يقول ما أنت حلفت وقلت المحبوب والمنافقين ده، اصبر شوية لحد ما ربنا يولي له بهجة بهجة ورا بهجة ورا بهجة لحد ما يفيد صبره، خلاص مش طايق بقى. كل ده من رحمة ربنا بيه برضه، كان ممكن ربنا ما يقولوش البهجات دي كلها، يقول له بهجه واحده، لا ده كل شويه يديله بيعرضها عليه كلها علشان يطمعه في كرمه، لان ربنا يحب العبد اللي طامع في كرمه سبحانه وتعالى.
فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل بي على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، بس عند الباب بس عشان أشوف أكتر. هو مش متخيل أنه يقول أتمتع لأنه ملوش عين، وكمان جاهل في أمله في الله الاثنين. قال بس يعني أبص كده بالباب عشان أشوف يمين وشمال بدل ما أنا شايف كده. ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، أنا كده بتعذب، أو اللي في النار أو مش شايف الجنة، لكن أنا كده أهو يعني بتحنس كده مش مستحمل. كويس، يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ طب لو اديتك دي تاني مرة بقى هتسأل حاجة تاني؟ كان هقول أدخل الجنة، كان جابها مرحلة واحدة. لكن هو عشان تعرف إن اختيار العبد لنفسه يتعب، دي تتعلم منها، دي تتعلم من اختيار ربك على طول يريحك. إنما هو ربنا هنا لأنه جاهل بالله قاعد يختار بنفسه. فهمت بقى المسألة؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها شاف فيها حاجات أكتر، ده اللي كان شايفه ده ولا حاجة بالنسبة لما قرب الباب. فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، يعني أغدرك يعني عدم الوفاء بالعهد، الغدر هو عدم الوفاء بالعهد. أنت عهدت الثاني مرة عهد وجاي تغدر برضه، أليس قد أعطيت العهودة والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيضحك الله عز وجل منه، يضحك منه يعني إيه؟ يعني يرضى عليه بقى، يعني يعفو عنه ويرضى عليه بقى ويمن عليه من فضله بقى، مش هيعامله بإيه بطريقته، لا ده هيعامله من فضله بقى. ثم يأذن الله له في دخول الجنة فيقول تمنى. طب اتمنى بقى مش دخلت الجنة؟ لو ما يشاءون عند ربي، قال له اتمنى اللي انت عايزه هتلاقيه. فيتمنى يقول مثلا عايز بيت، الاقي بيت، عايز زوجة حلوة، الاقي زوجة حلوة، عايز طب أكلة حلوة، الاقي الأكلة حلوة. كل ما يتمنى على قده بقى، يتمنى على قد علمه. فيتمنى خلاص خد كل حاجة لنفسه فيه كله اللي قاله، حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل، يفكروا بقى قال له ما أنت ما قلتش كذا، يقول له أو كذا، يقول له أنت ما قلتش كذا كمان، يقول له كذا، يقول له ما أنت في كذا كمان، يقول له كذا كمان يا رب. فربنا يذكره وهو يطلب على طول. كويس، عشان تعرف الأمل في الله ده المفروض لا ينقطع، ده رحمته واسعة. زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، حتى اللي ذكره بها ربه خلاص مش طلبات تانية. قال الله لك ذلك ومثله معه. وعن أبي سعيد أني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. ده أدنى أهل الجنة، هم مين اللي في الفردوس الأعلى دول فين بقى؟ نسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إحنا بنسأل الله من فضله أصلا، تبرينا من أعمالنا والله، ولكن نسأل الله من فضله ولطفه بعباده ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحشرنا مع من نحب صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على هذا ونشرح بقى الحديث بكرة، كاتب فيه أوجه كتيرة ومش عارف أخلصها إمتى الله أعلم، بس أنا مش بقعد أقرأ وخلاص، أنا بقعد بقى إيه
رجائي اقعد انا ارغي كده، انا عايز ابطل الخصلة دي. 50 وجبة كويس. مش عارف بقى هخلصه في رمضان ده ولا رمضان اللي جاي الله اعلم. ما اصل على حسب ده، في اوجه بتقعد تلغي فيها كتير قوي، بتفتح مواضيع علميه كتيره. مش استراحه لا ما كده كويس. معلش عندنا شغل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، وجزاكم الله خيرا.